السلام عليكم. اليوم في الشيوات امويه ان شاء الله راح نديرو تحليه نبدلو شويه، راح ندير لكم ان شارلوت اسهل منها ما كاش. يعني هاد لا شارلوت سهله بالبزاف. واش راح نحتاج في هاد لا شارلوت؟ انا استعملت الفواكه، يعني كوكتيل تاع فاكهه يعني معلب، علبه واحده. راح نستعمل كاس تاع بودره الشانتيي، هذا السيرو اللي جا مع الفاكهه نخليه نصفي. درت الفاكهه وحدها ودرت السيرو وحده، راح نحتاجه في هذه الوصفه. نحتاج هذا لو بيسكوي بودوار، يعني هذا الخاص باللي شارلوت وخاص بالتيراميسو. اول حاجه واش راح ندير؟ اول حاجه نديرها هو نحكم كاس تاع بودره الشانتيي مع كاس تاع ما يكون بارد، يعني يكون بارد مليح، ولا الحليب كما حبيتي. تقدري ديري الماء، تقدري ديري حليب، المهم انهم يكونوا باردين. ونخلط بالباتور حتى تولي اون كريم. بسم الله. اذا هنا راني تحصلت على اون كريم. نحي الباتور تاعي على جهه. هنا واش راح ندير؟ انا راح نحكم ان مول. اذا هنا انا حندير في هذا المول تاع لو كيك، غلفته بالبابي فيلم باش كي نجي نحيه ما نصيب حتى صعوبه، يعني نحيه بكل سهوله. هنا اللي عندها المول تاع الشارلوت ديرو ماذا بها، يعني تجيها حاجه مليحه. انا حبيت نبدل يعني الشكل تاعو شويه. اول حاجه واش ندير؟ نحكم لو بسكوي تاعي، نحكم نقيس، نقيس الطول تاع المول تاع الكيك تاعنا، يعني حتى لهنا، ونقسم الحبه. بسم الله بهذه الطريقه. هنا واش راح ندير؟ هذا الجزء المكور هذا هو اللي نديرو من تحت بهذه الطريقه، نديرو من تحت. اذا راح نقسم كامل الحبات شكل واحد باش يجونا كامل كبر واحد. معنا نشوفو هذا اللي نديروه من تحت، يعني صورو دور على المول تاعنا. اذا راح نكمل من بعد واش ندير؟ نحكم لو سيغو تاعنا، ندير الحبات في لو سيغو، هذاك لو سيغو تاع الفاكهه اللي صفيناه. اذا نشمخ لو بسكوي تاعنا كامل، ندخلوه ونخرجوه تمتم، لانه هذا البسكوي نعرفوه، وهذه الجهه الحرشه هي اللي نديروها لبرا. نلبس كامل لو مول تاعنا كما قلت لكم، ندخلوه ونخرجوه بسرعه لانه يشرب هذا البسكوي. اذا راح نكمل العمليه. هنا زدت غلفت لو مول تاعي، صاير داير. زدت ندير من تحت كامل هكذا، نكونوا يعني غلفنا كامل لو مول تاعنا. واش نديرو؟ يعني ندير طبقه اولى تاع كريمه تاع لا كريم شانتيي، نديرها من تحت كطبقة أولى، ندخلوها مليح في الفراغات باش لا شارلوت تاعنا ما تجيناش فارغة وتجينا بنينة بهذه الطريقة. من بعد واش ندير؟ نحكم ندير الفاكهة تاعي، إذا نوعو نديرو طبقة تاع فاكية. إذا نزيد هاد الفراغات نعمروهم مليح، نهبطهم باش يدخلوا في ال بعد هنا نبدا نغلق في هادوك الفراغات، يعني نكملو لا شارلوت تاعنا بهاد الطريقة. إذا نكمل الفراغات مليح، نعمرهم كما انا نشوفو بهذه الطريقه. يعني هاد لا شارلوت ما خلاتلناش بزاف الفاكهه ولا كريم، لكن لو بسكوي راح تاخذ لنا كميه لاباس بها. كما قلت لكم نعمرو كامل الفراغات، نخلوش فراغ باين، وهذا راح يكون في الاسفل يعني ما يهمناش. حنا المهم نخدمو الاطراف والوجه تاع لا شارلوت تاعنا. هنا المول تاعي انا هابط، الا كان المول تاعك عالي طالع تقدري ديري حتى دو كوش، يعني تزيدي لو بسكوي، تزيدي لا كريم، تزيدي الفاكهه، ومن بعد تزيدي لو بسكوي تغلقي به. واش ندير الان؟ نغلفو بلو بابي،
وندخلو للثلاجة على الأقل، على الأقل يبات ليلة كاملة في الثلاجة باش تحصلي على أحسن النتائج. والشارو تاعنا تشد روحها، إلا درتيها في نفس اليوم مش راح تشد روحها وراح تعذبك في باش تقدميها. إذا أنا حنغلفها مليح بلو بابي فيلم وندخلها الثلاجة على الأقل 24 ساعة تبات كما قلت لكم، يعني لازم تبات في الثلاجة. ونرجع لكم في الغد إن شاء الله باش نكملوا التزيين تاعها، وإلى الملتقى إن شاء الله. إذا هنايا راهي جلست 24 ساعة على الشارة تاعي، أنا خليتها باتت في الثلاجة باش تشد روحها مليح. بسم الله نفتح عليها لو فيلم تاعنا، لو بيسكوي راهو طري، حنا هذا هو الهدف تاعنا باش لو بيسكوي تاعنا يولي طري ما يبقاش يعني يابس. إذا نفتح لو فيلم، راح تشوفوا بلو فيلم راح تجينا العملية سهلة. نحكم الطبسي يعني اللي راح نقدم فيه ونحط التحلية تاعي في وسط الطبسي بهذه الطريقة. إذا ندني هذا الوسط، نحي لفين بكل سهولة. شوفوا شحال يجينا منظم لاشالوط تاعنا وتجي مرتبة ما شاء الله عليها. تبعوا معايا مليح، شوفوا يعني القالب جا يعني جا مرتب. هنا واش ندير، راح نزينها. هنا انا عندي شويه تاع لا كريم شونتيي اللي طلعتها بالماء كيما طلعت اللي خدمنا بها، وندير لها دي غوزاس تزيين فقط. وكل وحده وكيفاش تحب تزين لا شاروط تاعها، هنا كل واحد ومقدوره وكل واحد والذوق نتاعو. بدا نزين لاشارول تاعي، زينتها امامكم، ندير هذه غوزاس على الوجه تاعها. لان الوجه تاعها اصلا شباب يعني بلا ما نكثروا، هنا ندير شويه تاع الشوكولا يعني سكرفشت هذا الشوكولا يعني مرابيا. وهنا اللي عنده حاجه حمراء يعني احسن باش نكاسو لا كولور راح تجي اللون تاعها احسن. انا ما عنديش، اذا درت الشوكولا وشويه تاع المكسرات حمصتهم مليح ونديرهم على الوجه تاعها تاع الشارول تاعنا، راح يجي الشكل تاعها شباب، حتى الذوق تاعها راح يجي ما شاء الله. اذا ها هي، اذا هيا لاشارول تاعي واجده بارده وبنينه ان شاء الله، تجربوها وتنال اعجابكم. انا هنا راح نقسم لكم مرسو باش تشوفوا كيفاش جاتنا. بسم الله على هذا، قلت لكم لازم تخلوها تبات باش تحكم روحها، لانكم لما خليتوهاش تبات ماشي راح تجي حكمه روحها بهذا الشكل هذا، يعني راح اطيح لكم. بسم الله. اذا ها هي لاشارول تاعنا، جاهزه امامكم. اذا ها هي الفاكهه في الوسط، لا كريم شونتيي بالبسكوي تاع البودوار. اذا الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.